من جديد، عادت الحياة لتدب في حرم كليات جامعة حضرموت بعد توقف استمر لأكثر من شهرين. وجد خلالها طلاب الجامعة أنفسهم مجبرين على تجميد خطواتهم وطموحاتهم المستقبلية والبقاء حبيسي جدران منازلهم بعيدا عن مقاعدهم الدراسية، أو هكذا أريد له. لكن إرادة الطلاب كانت أكبر من أن يتم احتواؤها أو فرض الإقامة الجبرية عليها، فخرج الطلاب إلى الشوارع هاتفين بأن العلم نور والجهل ظلام، فامتلأت بهم الشوارع وأروقة كليات الجامعة التي لم تتوقف فيها الأنشطة الطلابية والاحتجاجية المناهضة لقرار إيقاف الدراسة، فكان لهم ما أرادوا وتراجعت الجامعة عن قرار الإيقاف. بفضل الله بدأنا انتظام الدراسة من هذا الأسبوع، وهذا ما كنا نطالب به كطلاب في اللجنة الطلابية بجامعة حضرموت، حيث قمنا من قبل بفعاليات عدة كوقفة احتياجية طالب السنة في الدراسة، وقمنا بمتابعة مع رئاسة الجامعة ومع الشخصيات الاجتماعية بالمحافظة. بدأت السنة في الدراسة في جامعة حضرموت. أولا نشكر الله سبحانه وتعالى ثم اللجنة الطلابية التي بفضلها تم السنة في الدراسة، ونتمنى الأفضل لحضرموت ولجميع الطلاب إن شاء الله. ومثلما كان قرار الإيقاف مفاجئا، كان قرار العودة كذلك. وفي كل القرارين اتخذت قيادة الجامعة ومسؤوليها على كافة الأطر والمستويات موقفا صامتا، أبدت من خلاله رفضها الحديث أو التفسير لمندوبي وسائل الإعلام والصحفي الذين لم يجدوا أي تجاوب يذكر من قبل الجامعة للحديث عما يحدث فيها. وإذا ما كانت دوافع الإغلاق قد انتهت، رغم أن الكثير من المعطيات تؤكد عدم حصول ذلك، فلا ميزانية تشغيلية كافية باتت متوفرة لدى الجامعة وفقا لبعض التسريبات، ولا حتى عودة للكادر التدريسي الأجنبي الذي غادر الجامعة مع اشتداد تأزم الأوضاع في البلاد بشكل عام وحضرموت بشكل خاص. نشعر بعدم اكتفاء تواجد الكادر التعليمي بشكل مكتمل هنا في الكلية، في بعض النقص في الدكاترة خصوصا الدكاترة الأجانب، عدم توفرهم في جامعة حضرموت، وهذا يشكل عبء على الطالب في الجانب التعليمي. بدأت الحياة تدب من جديد في أروقة جامعة حضرموت مع عودة العملية الدراسية، لكن حتى هذه العودة مهددة بالكثير من التحديات، في أقلها عدم توفر الميزانية التشغيلية. محمد اليزيدي لقناة بلغيس، جامعة حضرموت، المكلا.